أما هذه العبارة التي يخطى فيها علماء الفرائض من أنهم يقولون هلك هالك، والهالك لفظ يعبر به عن المتوغل في السوء، فهذه التخطئة هي ولا شك أنها خطأ عظيم ممن قالها. أولا أنه لا بد أن نحترز فيما ذكره العلماء وأطبقوا عليه أو كان عليه الأكثر من هذه المصطلحات. ثانيا الله عز وجل ماذا قال عن يعقوب؟ أو تكون من الهالكين، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فهي واردة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند النسائي لا تذكروا هلكاكم إلا بخير، وعند ابن ماجه لما يبكى على حمزة قال لا يبكين على هالك بعد اليوم. فليست عبارة الهالك هو المتوغل في السوء مطلقا، لا، قد يكون هالك هو الميت بدليل ما ذكرنا من نصوص. ولذلك فالأكثر إطلاقها على الموتى، فلا وجه لتخطئة هؤلاء العلماء.